طبعا تبقى لنا الآن إضافة أو تعلم طريقة استخدام أدوات اللي هو تحرير أدوات من شريط الأدوات الموجود متوفر عندي الآن على اللي هو برنامج فوك سايت أدفانس بي دي إف. طبعا كيف يمكن أن أستخدمها؟ طبعا الأدوات نشرحها بشكل سريع. في عندي اللي هو الأوبن، فتح ملف جديد، طبعا سيف للحفظ، لازم أنا بحفظ لي الصفحات والتعديلات اللي جرت عليها، الطباعة برنت. أنا اللي هو عملية الفيوينج العرض، أنا بدي أعرض جزء من الصفحة صفحة كاملة، يعني تغيير صفحة بتكون مليئة بفول سكرين، عملية العرض. طبعا في عندي أيضا أداة الهاند الإمساك، إن أنا أقدر أتحكم فيها، خاصة لما أضغط كنترول وزوم أو أعمل زوم هنا، لاحظ ممكن أنا من خلالها أقدر أتحكم، هي أداة الهاند، لاحظ أداة الهاند أو اليد، ممكن أنا أتحكم بصفحة وبالتالي ببدأ أحرر بعض الأجزاء بشكل أدق، بشكل أدق. عملية الزوم، هاي زوم، أداة الزوم، طبعا لو ضغطت كنترول بتحول إيش لسالب، لاحظ كنترول فين سالب، هيك موجب بالكنترول سالب، إيش السالب معناته زوم أوت، موجب زوم إن، يعني بيعمل تكبير عليه. الأداة المهمة اللي عندي الآن أنت حتستخدمها بشكل كبير اللي هي أداة الأوبجكت، اللي هي أداة الإمساك أو أداة الماوسات. هذا إيش تساعدني؟ إنه ممكن أنا أختار أجزاء من الكتاب بي دي اف، طبعا لازم يكون البي دي اف محول من وورد لبي دي اف او احد البرامج او مصمم تصميم خلال البرامج زي الفوكسايت او غيره. اما اذا كان مسحوب سكانر وكانت الصوره كلها صوره، انت ايش تسحب؟ تسحب صوره كامله، النص ما بسحب نص، بسحب او اجزاء من الصفحه، بسحب صوره كامله، حتلاحظها في بعض الكتب انها مسحوبه سكانر عادي كصوره. اما هذه مصممه تصميم، والدليل انه هنا علمت على الكلمات اللي هنا او الفقره اللي هنا، وبقدر ايش احركها. طبعا قلنا زي ما حكينا البرنامج لا يدعم اللغه العربيه، تطبيقاتي القديمه كانت تدعم اللغه العربيه، لكن بشكل او باخر مش في عندك مشكله، يعني عندك الوورد بتكتب الصفحات اللي بدك اياها بالعربي وتحولها بي دي اف وبتدمجها مع ملفك الموجود. طبعا بقدر يمسك النصوص، بقدر يمسك ايش كمان، صور، كصور بقدر اتحكم فيها. في عندي أيضا عملية اللي هو الروتيت، ممكن أنا أعمل دوران، أداة لأداة الدوران، أروح على الروتيت، ممكن طبعا لو ضغطت شيفت، شيفت مع الدوران بيعطيني دوران ثابت أو دوران منتظم زي ما يقولوها، دوران منتظم للأشكال بغض النظر، يعني هاي دوران منتظم للأشكال، بتبدأ إيش تنظم الأشياء. تكست، في عندي تكست وتكست بلس. تكست لحال معناته ان انا بحرر تكست موجود اساسا، ما قلنا بحرر عربي، بحرر انجليزي، الحين انا بدي اكتب بالعربي، لاحظ انا بي بدي اكتب بالعربي، بكتب احرف مقطعه زي ما انا شايف هنا، زي ما انت شايف هنا بحرر، لكن بكتب احرف مقطعه، بكتب طبعا الاحرف الانجليزيه معروف انها مفصوله وبالتالي ممكن اتعامل معها، لكن الاحرف العربيه بتعاملش معها. اذا كان انت معلم لغه انجليزيه فمناسب لك انك انت تقدر تحرر النصوص باللغة العربية. أيضا في عندي هنا الأداة للتكست، إيش تكست، تحرير تكست موجود، لكن تكست بلس معناته إنه ممكن أنا أعلم وأبدأ أكتب تكست معين، مثلا نقول هاي تيتشر، هاي تيتشر مثلا إلى آخره، هاي تيتشر، أوكي، أهلا بك أيها المعلم مثلا، إنه ممكن تكتبها وتضيفها، وأداة الإمساك، أداة الإمساك أمسك هذا النص وأحركه في أي مكان بدي إياه. طبعا أيضا أماكن حرف، حكينا عن موضوع اللي هو الكروب إلى آخره، ما راح يلزمني الباقي. تمام، في لاحظ شغلة بس في التحرير، لما أجي أنا بحرر نص، أو بضيف نص، بتفعل معي اللي هو شريط، اللي هو النصوص، شريط اللي هو تحرير النص، اللي هو توسيط، يسار، يمين، نوع الخط، حجم الخط إلى آخره، متعارف عليه هذا سابقا، طبعا تباعد الخطوط عن بعضها البعض أو الأسطر عن بعضها البعض. في عندي آخر شريط، طبعا شريط يكون ظاهر، هو شريط الدروينج، لو فعلته أوتوماتيك حيكون نازل عندك تحت زي هيك، فلما أجي أنا أظهر الدروينج ومختفي هيك، لما أظهر الدروينج يظهر وين عندي تحت في الأسفل، ممكن أنت تمسك طبعا شريط أو غير من الشرائط أو من الأشرطة، ممكن تتحكم فيها فوق أو تحت، بإذن الله بيعطيني بعض الأدوات الإضافية زي الرسم بالقلم أو إضافة أشكال شرح المربع. الخط، طبعا الخط ممكن احدد، لحظه بتفعل ايه عندي، ايش طرفي الخط، اذا كان بدك اياه اسهم عشان تعلم بين منطقتين معينه، شكل الدائري، في عندي طبعا المربعات، هاي المربع مثلا،
أو المربع التالي، أتحكم في الكلر بتاعه، أغير الكلر مثلا تعبئته، ممكن أخلي تعبئته إلى آخره. طبعا أشكال بسيطة، عادة أنت ما راح تلزمها بشكل كبير يعني الأدوات هذه، إلا إذا أنك تستخدم وورد، تستخدم وورد وبالتالي ممكن تتنقل. أيضا نحكي أيضا بالمرة عملية التنقل من خلال الصفحات في الأسفل، انتقال سواء لبداية صفحة نهاية صفحة، تنقل صفحة بعد صفحة من خلال الأدوات اللي في الأسفل. في عندي أيضا أدوات الزوم، زوم إن وزوم أوت، بقدر أتحكم من خلالها في هذا البرنامج. أيضا موضوع اللي هو الأوبجكت إيمج، أوبجكت إيمج ممكن أنا أضيف أنا إيمج، أضيف إيمج من خلال الصور الموجودة عندي، أختار لي مثلا أي صورة موجودة عندي، مش قضية، مش قضيتنا، هاي صورة موجودة عندي، ممكن أنا مصمم صورة معينة ومؤلفها ومغيرها ومغير حجمها ومغير أبعادها، ممكن أضبط الصورة وببدأ إيش أضيفها كجزء من الصورة. تقريبا هذا الكلام كله شامل، تقريبا شملنا كل الأدوات الضرورية في عملية الإضافة. ما تنساش الكنترول S عشان أحفظ Save Anyway، عشان أحفظ كل الإعدادات والإضافات والتعديلات والتحريرات التي أنا أجريتها على برنامج اللي هو على صفحة أو على ملف الـ PDF من خلال برنامج Foresight Advanced PDF.